باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نستأنف دراستنا في رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، وما زلنا في الإصحاح الأول. أخذنا فيه 6 أعداد والسابع بدأنا فيه. كالعادة هنقرأ النصوص اللي درسناها عشان سلسلة الأفكار تبقى حاضرة في ذهنكم. بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بونطوس وغلاطيا وكبدوكيا وأسيا وبيثينية المختارين. اتكلمنا عن الاختيار بمقتضى علم الله الآب السابق، العلم السابق بتاع ربنا في تقديس الروح للطاعة. يبقى الآب بعلمه السابق يختار، الروح القدس يقدس، الناس تطيع، ورش دم يسوع المسيح ده عمل الابن اللي هو الفداء. لتكثر لكم النعمة والسلام. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. الميلاد الثاني هو إيه؟ معمودية. قوة المعمودية هي موت وقيامة المسيح. يعني لو ما فيش صليب وقيامة يبقى المعمودية عبارة عن غطسة في بسين ولا في بحر ولا في بانيو، ملهاش قوة. وهذه المعمودية هي رحمة عظيمة من الله. الهدف ايه؟ قال لي ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. ميراث الابد اللي هناخده محفوظ في السماوات لاجلكم، لسه ما خدناهوش متشال. انتم الذين بقوة الله محروسون. يبقى الميراث محفوظ والوارثون محروسين. ايه قوة الله اللي بتحرسنا؟ قال بإيمان. ما هو بدون إيمان مفيش حاجة خالص. محروسين لإيه؟ قال لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. وعشان كده لما حد يسألني أنت خلصت أقول له الخلاص بتاعي مستعد أن يعلن في الزمان الأخير، لسه بنترجع. بالخلاص دي الذي به تبتهجون. دايما نبقى فرحانين بالخلاص العظيم اللي عمله لينا ربنا يسوع المسيح. مع انكم الان بالرغم من البهجة بالخلاص، ان كان يجب، يعني احيانا بيحصل مش دايما، تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. يسيرا يعني ايه؟ حاجة قليلة بالنسبة للمجد الأبد. طب ليه بس؟ ما احنا عايزين البهجة على طول، ليه يبقى فيه ألم وحزن؟ قال الهدف لكي تكون تزكية إيمانكم. الإيمان ده أثمن من الذهب الفاني اللي بيمتحن بالنار. تزكية إيمانكم تكون للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. استعلان يسوع المسيح اللي هو المجيء الثاني. كل إنسان تألم، خصوصا الذي تألم من أجل الله، من أجل الإيمان، من أجل البر، هيبقى في مدح وكرامة ومجد عند استعلان يسوع المسيح. احنا وقفنا عند العدد ده وخدنا منه جزء بتاع تزكية الإيمان وحكاية إنه هو أثمن من الذهب الفاني الذي يمتحن بالنار. إزاي بقى تزكية الإيمان دي تكون للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح؟ إحنا ممكن في الأرض في إنسان يتعب كتير والناس متقدرش تعبه ويتظلم كتير ما عرفش ياخد حق. فإحنا اللي بيعزينا إن اللي مش عارف ياخد هنا هياخد هناك.
بس هناك دي ليها قواعد. هقرأ لكم في روميا إصحاح 2 عدد 6-8، بيقول إن ربنا سيجازي كل واحد إيه؟ حسب أعمال. النص ده أنتوا حافظينه لأنه بيتقال في القداس، سيجازي كل واحد حسب أعماله. قبل ما أكمل، أيهما أهم، الإيمان ولا الأعمال؟ الاثنين. يعني لو في أعمال بدون إيمان ينفع؟ يعني لو في إنسان أعماله رائعة ولكنه لا يؤمن بالمسيح، أعماله دي تنفع في الأبدية؟ لا. طب إيمان بدون أعمال ينفع؟ عشان كده كويس إن أنت قلتوا إيه؟ الاثنين. ودايما الإيمان الأول، لأن أنا بتخيل واحد وثني، راجل صالح، هو وثني بس طيب، محب للفقراء، ما بيعملش حاجة غلط، ما بيعتديش على حد، متربي تربية أخلاقية حلوة. وكان كده كتير من الناس زمان، مش كلمة وثني معناها أخلاق وحشة، لكن معناها ديانته وحشة، لكن ممكن يكون بيتبع فلسفة أخلاقية تخلي الإنسان يعيش حياة راقية. طيب ده لسه ما أمنش بالمسيح، أعماله وأخلاقه دي تنفعه في الأبدية؟ لا، تنفعه في الأرض. في اللحظة اللي بيأمن بيها في بالمسيح، هيبقى أعماله صالحة ليها بقى إيه؟ قيمة، لأن ركبت على الإيمان. فأعماله الصالحة قبل الإيمان ملهاش قوة، عامل زي ما يكون واحد مسك ورقة وكتب عليها دي ورقة مالية فئة 200 جنيه، هو اللي كاتب، ينزل بها في السوق يقدر يشتري حاجة؟ يقول له إيه دي حاجة فالص. فالأعمال الصالحة مش مبنية على الإيمان بالمسيح تبقى فالص، تبتدي تاخد قوتها لما الشخص يؤمن بالمسيح. طيب لو واحد إنسان فظ وأخلاقه شريرة وظالم ومتعب وبعدين آمن بالمسيح، هل يصح إن هو يستمر في الأخلاق الوحشة؟ مفروض بقى يبقى بعد الإيمان الأعمال تتصلح. أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيمان. في الآخر بقى ربنا هيجازي كل واحد حسب أعماله، لأن ده المعيار اللي على أساسه ربنا هيوزن. الإيمان في القلب أنت مش شايفه، ركزوا معايا، الإيمان في القلب يعني أنا مش عارف أنت إيه مقدار الإيمان اللي جواك، معرفش. واحد إيمانه عظيم، واحد إيمانه زي حبة خردل، واحد إيمانه صح، واحد إيمانه فيها انحرافات ما نعرفهاش. لكن الأعمال ليها مقياس، ده كنت جوعانا فأطعمتموني، عطشانا فسقيتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي، عريانا فكسوتموني. يبقى فيها معيار على أساسه يتحاسب. عامل زي إيه؟ في الامتحانات في بعض المواد متروك تقدير الدرجة لإحساس المدرس، زي الرسم، ولد رسم رسمة حلوة فهو بيديله ممتاز أو جيد جدا أو ضعيف حسب استيعاب الأستاذ، لأن ملهاش معيار غير إنه فن الموسيقى. لكن مثلا الحساب والهندسة حاجات تتقاس، عشان كده ربنا عشان يطمننا قال إن في معيار للمحاسبة هو الأعمال، الأعمال دي إما جيدة أو سيئة. طيب إيه بقى اللي هيحصل؟ قال حاجتين،
الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء هياخدوا الحياة الأبدية. طب الباقيين الذين هم من أهل التحزب ولا يطاوعون للحق بل يطاوعون للإثم فسخط وغضب. طبعا المعلومة دي كلكم عارفينها، إن كل الأبرار هياخدوا حياة أبدية والأشرار هياخدوا عقوبة أبدية. هنا واضحة في رومية 2، ويكمل يقول شدة وضيق على كل نفس يفعل الشر. كل إنسان، اليهودي أولا ثم اليوناني، ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح، اليهودي أولا ثم اليوناني، لأن ليس عند الله محاباة. ليه قال اليهودي أولا ثم اليوناني؟ عشان يقول الله ما عندوش محاباة، مش هيحابي اليهودي ضد الوثني أو اللي كان أصلا وثني. يعني زي ما يكون قرايبي وناس غرباء، فأنا أقف أقول أنا هحكم بينكم بالعدل، قرايبي دول في نمرة واحد، يعني لو غلطان هعاقبه. يعني في مرة البابا شنودة قال إيه؟ أنا من جهة العقيدة لا أتنازل عن إيمان الكنيسة، لو اللي أخطأ في العقيدة القمص بطرس جيد اللي هو أخوه أعاقبه. فدي كلمة اليهودي أولا ثم اليوناني اللي مفيش محاباة. إذن هنا في نص واضح في رومية 2 من 6 ل 11 بيقول الناس اللي عملوا شيء جيد ليهم حياة أبدية، والناس اللي عملوا شر ليهم عقوبة أبدية. ودي بنقولها في القداس، ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين الأحياء والأموات ويعطي كل واحد حسب أعمال. في القداس الغرغوري يقول لك شرا كانت أم خيرا، أو خيرا كانت أم شر، كل واحد يأخذ حسب أعمال. الكلام ده إمتى؟ في مجيئه. هنا توجد للمدح والكرامة عند استعلان يسوع المسيح. عشان كده في نصيحة حلوة يقولها معلمنا بولس في كورنثوس الأول، إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت. لو احنا سمعنا النصيحة دي هنستريح قوي. لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب. لما هيجي هيعمل ايه؟ سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. الناس بتقدر حسب هواها، حسب مزاجها، وممكن إنسان يتظلم والناس بتحكم عليه. الوحيد اللي عارف خفايا الظلام وآراء القلوب هو مين؟ ربنا. حتى على مستوى عظماء العالم، كلنا بنقرأ تاريخ وبندرس تاريخ، سواء تاريخ مدني أو تاريخ كنيسة، أحيانا المؤرخ نفسه بيكتب الأحداث من وجهة نظره. يعمل واحد قديس وهو يكون متعب، ويعمل واحد غلطان وهو يكون بطل، حسب ميول المؤرخ. احنا عندنا هنا في مصر يختلف الناس في تأريخ الفترة بتاعت جمال عبد الناصر. في ناس يقولوا ده منقذ مصر، وفي ناس قالوا ده اللي ضيع مصر. يعني ايه؟ يقولوا تو اكستريمز، حسب ميول المؤرخ هو بيركز على ايه. طب مين اللي عارف الحقيقة؟ الله. عشان كده انت بص عندك حاجتين، ما تتحمسش اول حد،
وما تحاربش حد، لان احنا ما نعرفش الدواخل. التحمس للناس بيوقعنا في عبادة الاشخاص ونتلوث باخطائهم، لكن احنا علينا نحترم الجميع ونحب الجميع ونسيب التقدير في الاخر لربنا اللي هو بيكشف القلوب، فاحص القلوب والكلى. النص ده انا بحبه قوي، كورنثوس الاولى 4:5، لا تحكموا في شيء قبل الوقت. اللي انت بتعتبره غلط قد يكون صح وانت مش واخد بالك. الكاهن اللي بيقعد يصلح ما بين اتنين متخاصمين بيبقى في حيره لما تقعد مع حد تسمع وجهه نظره، تتحمس له تقول ده الراجل ده مظلوم معاه كل الحق. تقعد مع الطرف الثاني تلاقي الصوره مقلوبه خالص. احيانا اقول لهم ايه، طب لازم تقعدوا قدام بعض واحنا موجودين؟ يقول لو قعدنا قدام بعض هنتخانق. طب ما انا متحير، انت بتقول كلام عكس اللي بيقول، بس انا صادق. طب انت بتحكم على نفسك انك صادق، وممكن يقول امام الله ما بقولش كلمه فيها كذب، تاني يقول امام الله ما بقولش فيها كذب. مين يعرف الحقيقه؟ ربنا. قد يكون كل واحد مش وحش، بس هو فهمها من ناحيته. عشان كده فعلا الحكم على الناس شيء خطير، وخصوصا لو كان في امر يحدد مستقبل او مصير، زي ما القاضي بيحكم. من اخطر الوظائف القاضي في المحكمة. يعني اعرف مستشار قاضي يقول لي ليلة ما بحكم حكم قاسي ما بنامش الليل، ضميره حي. يقول لي قاعد طول الليل أقلب في القضية عشان أطلع أي حاجة تخلي الحكم يتخفف، مش لاقي. لا تحكموا في شيء قبل الوقت. من أكثر الخطايا المنتشرة إن إحنا بسرعة نلقط المشهد وبسرعة نحكم وإحنا مش عارفين. الوحيد العارف هو ربنا. عندما يأتي الرب هيعمل حاجتين هنا، سينير خفايا الظلام ويظهر أراء القلوب. حينئذ بقى يكون المدح لكل واحد من الله، هو اللي هيمدح. اللي انت كنت بتذمه تتفاجئ ان ربنا بيمدح. قد يكون أخطأ وتاب، انت شفت خطيته ما شفتش توبته. برضو حاجة تانية في كورنثوس الأولى 3:13 بيقول عمل كل واحد سيصير ظاهرا. عمل كل واحد اللي هو خدمته اليوم سيبينه، اليوم اللي هو يوم مجيء المسيح، لأنه بنار يستعلن وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. هنا النار مش جهنم، لكن يقصد بها عينين ربنا اللي عاملة زي النار، هتعرف ايه الصح من الغلط. ممكن واحد كلنا نمدح خدمته على انه رجل عظيم متكلم قدير وبيعمل عمايل عظيمة، وربنا كاشف القلب عارف ان فيه لا انت بتعمل حاجه غلط. وممكن واحد لا نعرف عنه شيء ولكن له خدمه جباره يعرفها ربنا، عمله سيصير ظاهرا في ذلك اليوم. احنا عندنا في الكنائس سجلات مكتوب فيها اسامي الخدام، وعندنا خدام مش مكتوبين في السجلات، مكتوبين عند ربنا. هيجي ربنا بقى يقرا السجلات دي، نكتشف ان في ناس عملوا اعمالا عظيمه وخدموا الاخرين واحنا مش دريانين بيهم. العمل في الخفاء. يوم مجيء الرب يوم رهيب،
تنكشف الأعمال، تفتح الأصفار. وفي تسالونيك الثانية صح واحد كان بولس الرسول بيعزي الناس ان هم متألمين، اليهود بيضايقوهم بيضطهدوهم، قال بينة على قضاء الله العادل. قضاء الله العادل، في ناس كتير يتجاهلوا ان الله قاضي عادل ويتمسكوا بأن الله أب. طب هو الله أب ولا قاضي؟ الاثنين. الأب يحن ويعطف ويلملم، لكن لما يكون قاضي عادل يقول لك اليهودي أولا ثم اليونان، وأنا عشان أب أحابيكم ضد بقية الناس، بالعكس. فالله قاضي عادل، بينت على هذا القضاء العادل يعمل ايه؟ انكم تؤهلون لملكوت الله الذي لاجله تتالمون ايضا. طالما بتتالموا يبقى في مكافاه، اذ هو عادل عند الله. شوف الكلام ده يفرحنا ويطمنا، بس يزعج الانسان اللي غاوي يضايق الناس. عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا، وإياكم الذين تضايقون هيجازيكم براحة معنا عند استعلان رب يسوع من السماء. فلما حد بيضايقني، لو أنا مش عارف أخد حقي، لما أقرأ النص ده أقول له يا رب حقي عندك. وإن كان القلب العطوف الجميل من أولاد الله اللي هم أنتم، يصلي مش من أجل النقمة، من أجل التوبة. يا رب اهدي الناس دول وعرفهم سبلك. بس في الآخر ربنا مش هيسيب حقك، بس خلي بالك برضو مش هيسيب حق اللي أنت ظلمته، اللي أنت ضايقته، اللي أنت كنت فرحان انك عرفت تدوس عليه. اوعوا نكون ذئاب، خلينا خراف، لان المسيح يرعى الخراف ولا يرعى الذئاب. عادل عند الله ان الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا. وعلى فكره احنا بنشوف بعينينا احيانا الضيق ده يكون في الارض، يعني مش بس مستني للأبدية. الشخص الظالم تلف الأيام ويدوق من المر اللي دوقه للناس. طب واللي تضايقه؟ قال هتاخدوا راحة معنا، لأن بولس من ضمن الناس اللي داقوا هذا الظلم وهذا المرار. عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته في نار لهيب، هيضيقهم في نار لهيب، معطيا النقمة للذين لا يعرفون الله. اوعوا حد من الشباب يقرأ كتب جديدة كده فيها لاهوت غريب، يقول لك ما فيش جهنم، ما فيش جحيم، ما فيش عقوبة. ده الكتاب المقدس واضح جدا في هذا الأمر. عند استعلان الرب يسوع المسيح من السماء مع ملائكة قوته في نار لهيب، معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح، الذين سيعاقبون بإيه؟ بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته. إذن إحنا تزكية إيماننا بالضيقات والألام، تحزنون يسيرا، هتخلينا مؤهلين للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. يكمل معلمنا بطرس في العدد رقم 8، ربنا يسوع المسيح ده اللي احنا بنتألم من أجله أو نهان من أجله، قال الذي وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد.
طبعا بطرس شاف المسيح، لكن هو بيخاطب ناس ما شافوهوش بالجسد. في ناس محظوظين شافوه لما كان بيتجول في الشوارع يعلم ويشفي المرضى، وشافوه هو بيتصلب، وشافوا ظهوراته بعد القيام. في ناس ما شافوش ومع ذلك بيحبوه، والكلام ده طبعا لكل الأجيال. احنا نفسنا ما شفناهوش بالجسد ومع ذلك بنحبه. بنحبه ليه؟ على طول الإجابة الجميلة دي، لأنه هو أحبنا أولا. الذي وإن لم تروه تحبونه. مش حل لو شفناه، لو إحنا على السماع وعلى الإنجيل وعلى شهادة الأباء أحببنا المسيح بهذا العشق الإلهي اللي قال عنه بولس: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. مش حل لو شفناه، يعني احنا بنعشقه عشق غير عادي، وهو جدير طبعا إلهنا الصالح. لما نشوف في الأبدية هيكون ايه الفرحة وايه الحب لما بنسرح في جمال المسيح بنهيم حبا. طب مش حل لو شفناه، بس احنا عايزين نشوفه هنا ولا هناك؟ هناك. لا خلينا هناك. تعرفين ليه؟ في خطورة. كتاب قال ان الشيطان يغير شكله الى شكل ملاك من نور، فممكن يتجاسر ويضلل الناس. عشان كده احنا عايزين نشوفه في الأبدية السعيدة. هنا نراه بعين الإيمان، وهو مقدر حكاية ان احنا بنحبه من غير ما نشوفه، لأن الإيمان هو الثقة بما يرجى والإقام بأمور لا ترى. فإحنا بنحبه بالإيمان. وعشان كده معلمنا يوحنا قال في رسالته: إن قال أحد إني أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب، لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟ علامة حبنا لله إن قلبك يكون مليان بالحب للناس حتى اللي مش على مزاجك. هو الناس اللي بتحبهم على مزاجك دي طبيعي، ما فيهاش فضيلة. احنا طبعا ممكن بقلبنا الحلو يقول أنا بحب المسيح قوي. طيب عشان أطمن إن أنا فعلا بحب المسيح، ألاقي قلبي بيحن على كل الناس، الأطفال والضعفاء والكبار والصغيرين، واللي موافقني واللي بيعاديني واللي على مزاجي واللي مش فاهمني واللي أنا مش فاهمه، يبقى قلبنا يشفق على الناس. لأن القلب المليان بالحب الإلهي ما يعرفش يكره. شوف النص ده خطير، اللي يقول أنا أحب الله وأبغض أخاه يبقى كاذب، لأن ده بيكشف أخوك اللي أنت شايفه. تقول لي ما هو عنيد ومتعب ومؤذي، اشفق عليه. عندما نشفق على المخطئين بيبان أن القلب ده سيسكن فيه النور الإلهي، لأن الله يشفق على الناس. فإحنا مش بنشوفه لكن بنحب. الذي وإن لم تروه تحبونه. ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن. كلمة الآن معناها في أمل إيه؟ نشوف هناك، بالرغم إن إحنا مش بنشوفه دلوقتي، لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. لما توما
قال ما كنتش أشوفه مش هصدق. قال له السيد المسيح وانتوا عارفين وعد بعتاب رقيق جدا، قال له لأنك رأيتني يتوم آمنت. كانش مفروض كده، كان مفروض ان انت تؤمن حتى لو لم ترى. طوبى للذين آمنوا ولم يروا. طوبى لنا نحن المسيحيين ان احنا نؤمن بحقائق الايمان دون ان نرى. مش عايزين نشوف حاجه لان ده ايمان. في فرق بين الايمان والعيان. عشان كده يقول معلمنا بولس في كورنثس الثانيه لاننا بالايمان نسلك لا بالعيان. العيان يعني المعاينه. ويقول عن الايمان ده فانه في هذا شهد للقدماء. قدماء يعني الآباء اللي قبل التجسد ما شافوش المسيح. ويقول عن موسى في عبرانيين 11:27 بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. شاف ربنا، تشدد بالله. واحنا لازم نتعلم الحكايه دي، ان احنا مش لازم كل حاجه نشوفها بعينينا، لكن لينا ايمان. لما بنؤمن بالله هيحصل تبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. شوف وصف الفرح هنا، لا ينطق به يعني ما تقدرش تعبر عنه. فرح مجيد، وكلمة مجيد في اللغة العربية معناها كثير المجد. يقولوا صيغة مبالغة على وزن تفعيل، مجد كثير، فرح مليان بالمجد. ممكن أفراح العالم، سامحوني محدش يزعل يعني، حتى أنا عارف القاعدين قدامي مش بيعملوا كده، لكن اللي سمعيني في كل الدنيا، فرح العالم يشوبه نوع من الإهانة. الناس تفقد رزانتها وقرها ويرقصوا ويتعروا ويشربوا على ان ده يوم فرح، ما تزنقوش علينا، دي ليلة في العمر. فرح المسيح فرح مجيد، عكس المجد الهوان. الفرح المجيد ولا ينطق به، ده يمكن التعبير عن عظمة هذا الفرح. وخلي بالكم ده هنا بيتكلم عن الفرح اللي احنا فيه دلوقتي نتيجة الإيمان. إن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به دلوقتي فتبتهجون الآن بفرح لا ينطق به ومجيد. إيش حال بقى الفرح اللي مستنينا في السماء والمجد اللي مستنينا في السماء. وبعدين يقول في الآية رقم 9 نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. يعني إيه غاية؟ هدف. كل واحد بيعمل حاجة بيبقى فيه هدف. فإيه هدف الإيمان؟ خلاص النفوس. في النص القبطي يقول نائلين غاية إيمانكم خلاص نفوسكم. لكن هي يعني خلاص النفوس هي خلاص أنفسكم، لأن خلاص أنفسكم معناها فيما أنا بهتم بخلاص نفوس الناس بالأولى أهتم بخلاص نفسي. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح كل الناس للمسيح وخسر نفسه؟ وجابها بالجمع خلاص نفوسكم عشان أبقى أنا كمان مهتم بخلاص نفسي ونفوس اللي حواليا اللي ربنا اداني ان انا اكون في وسطهم. فيش واحد مسؤول عن خلاص العالم كله الا المسيح، لكن كل واحد فيكم مسؤول عن خلاص اللي حواليه. خلي بالكم من المعلومه دي، انت مسؤول عن خلاص جوزك واولادك ومامتك وباباك، وانت مسؤول عن خلاص نفس مراتك واولادك واللي حواليك.
مسؤولية خطيرة. طبعا أحيانا إحنا بنعرف نساعد اللي حوالينا للخلاص، وأحيانا ولا على بالنا، وأحيانا بنساعدهم على الهلاك. المفروض إن إحنا نكون بنساعد الناس على خلاص أنفسهم. طمن الناس اللي حواليك، دفدف عليهم، طبطب، صلي من أجلهم، خليك قدوة حسنة. تعلموا منك الصلاة، تعلموا منك طيبة القلب، تعلموا منك الخدمة. يبقى البيت مليان بالخلاص، والجيران والقرايب يعرفوا ان انت رجل الله، ان انت بنت المسيح. كلمة نائلين غاية ايمانكم خلاص النفوس او خلاص انفسكم، معناها انا هدفي ان اخلص. مين الذي يخلص؟ ها؟ المسيح وحده. بص النص ده وانتوا اكيد حافظينه في اعمال 4:12، وليس باحد غيره الخلاص. مين؟ مسيح. ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. هو المخلص الوحيد، ويخلصنا بانه يعتقنا من الخطيه. في رومية 6:22 يقول: أما الآن إذ أعتقتم من الخطية وصرتم عبيدا لله، فلكم ثمركم للقداسة، والنهاية حياة أبدية. طيب، لما يكون المسيح هو المخلص الوحيد، يبقى مفروض أنا ملياش دور، أو على الأقل دوري يكون بسلم نفسي للمسيح يخلصني وخلاص، واللي حواليا برضو أقول يا رب أنت المخلص، أنا مالي. لا، لاحظنا في الكتاب المقدس أن في دور للإنسان، عشان كده قال نائلين غاية إيمانكم خلاص نفوسكم. في حاجة أنت بتعملها من أجل خلاص نفسك واللي حواليك. يقول معلمنا بولس لتلميذ تيموثاوس: لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لأنك إذا فعلت هذا تعمل إيه؟ تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. يا معلمنا بولس، ده المسيح هو المخلص، يقول لي حدش ينكر دي، لكن أنت ليك دور تساعد الناس تخلص نفسك والذين يسمعونك، لأنك بتعلم صح فبتجيبهم للمسيح. عشان كده مثلا في قصة إيمان كورنيليوس قال له: ارسل إلى يافا رجالا واستدع سمعان المرقب بطرس، وهو يكلمك كلاما به تخلص أنت وكل بيتك. إذن الكلام اللي هيقوله بطرس يخلص الناس. طيب، هيخلص الناس ببطرس ولا بالمسيح؟ المسيح. طب هم هيعرفوا المسيح ازاي؟ لازم حد يساعدهم. ده في اكتر من كده كمان، في كورنثوس الاولى اصحاح 7 عرضت قضية على معلمنا بولس الرسول اسمها الزواج المختلط. الزواج المختلط ده معناه ايه؟ راجل ومراته متجوزين من زمان، والاثنين وثنيين، وبعدين حصل ان مراته اتقابلت مع حد من الكارزين امنت بالمسيح، وهو قال لها: انا مش ممكن اسيب دين ابائي، وانت ست متعبه، ايه اللي يخليك تروح للناس الغرباء دول اللي فتنوا المسكونه؟ فبيسالوا بولس: في الحاله دي الست دي تسيب جوزها وتتطلق؟ قال: لا، احنا مش جايين نخرب البيوت. طب لو حصل العكس، الراجل امن بالمسيح ومراته قالت له: مش ممكن اوافقك على اللي انت عملته، يتطلقوا؟ قال: لا، يعيشوا مع بعض. وقال بقى النص اللي قدامكم ده: لانه كيف تعلمين ايتها المراه هل تخلصين الرجل، او كيف تعلم ايها الرجل هل تخلص المراه؟ يعني انت لو استمريت معاها وهي لاحظت ان اخلاقك بقت مسيحيه جميله فأحبت المسيح بسببك،
تخلص بسببك. وهو كذلك لو لقاكي انت بنت ربنا وبقيتي مسيحية وبقيتي حلوة أو كويسة في أعمالك وأخلاقك، ممكن ينجذب للمسيح فيخلص بسببك. هنا بولس الرسول استخدم تعبير تخلصين الرجل، تخلص المرأة. فاحنا عندنا قاعدة، المخلص الوحيد هو المسيح، لكن احنا نقدر نساعد الناس على الخلاص لما نجيبهم للمسيح. عشان كده قال نائلين غاية إيمانكم خلاص نفوسكم. ويقول في رسالة يعقوب اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر، فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. الهدف هو خلاص النفس. طب ازاي؟ قال كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. سامحوني بقى في اللي هقوله، احيانا احنا بنحب الوعظة، بنحب اجتماع، بنحب متكلم معين، بنتمخمخ لما نسمعه. تعال اقول كده في نهضة العذراء هنجيب ابونا فلان الكنيسة تمتلئ، وهو بيتكلم كلام حلو، وبعدين اخرتها ايه؟ ما هو الهدف هو خلاص النفس مش السماع بس. عارفين السماع بس ده معناه ايه؟ انا حولت ابونا اللي بيتكلم الى مغني. في ناس تدفع فلوس عشان تحضر حفلة فيها مغني مشهور او موسيقار بيعزف موسيقى راقية جدا، فبيروحوا يحضروا ويقعدوا كده متمزجين قوي بالأغنية أو بالموسيقى ويروحوا مبسوطين وخلصت. فأنت جبت المتكلم ده اللي هو بيتكلم بروح الله من مستوى رجل الله إلى مستوى مغني. ودي قالها ربنا زمان لأرمية، قال له هيبقوا بالنسبة لك ها أنت لهم كشعر أشواق، لجميل الصوت يحسن العزف فيسمعون ولا يعملون. ها أنت لهم كإيه؟ شعر أشواق، لجميل الصوت يحسن العزف فيسمعون ولا يعملون. بقينا مدمنين نسمع كلام حلو، وين في الآخر بنبقى سامعين. عشان كده قال كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. كل واحد فينا في عيب، أنا نفسي مليان عيوب، بس ما يصحش نقعد طول عمرنا بنفس العيب. فلو أنا كل يوم أقول لنفسي طب بلاش التصرف ده، بلاش النرفزة دي، بلاش الأنانية دي، بلاش الخصام ده، بلاش الحمقة دي، بلاش الشهوة دي، بلاش السجاير دي، ابتدي انا اتقدم لقدام، يبقى كلمه ربنا اللي سمعتها في الاجتماع في الكنيسه في القداس بقت لها تاثير خلاصي. نائلين غايه ان ايمانكم ايه؟ خلاص انفسكم. خدام مدارس احد، ما هو الهدف من الخدمه؟ مفروض ايه؟ خلاص النفس. من أول الأطفال اللي في كيجي أنا بربيه في الإيمان، في مخافة الله، في محبة ربنا، محبة الكنيسة، محبة الصلاة، وعناية على خلاص نفسه. أحيانا إحنا بنتوه، ألاقي نفسي أنا هدفي أن أخلي فصلي أجمل فصل، أنشط فصل، وأبا هدفي أن هم يبقوا مواظبين ومبسوطين من الخدمة. هدف ان انا اجمعهم، فجمعهم بايه؟ بلعبه. الوسائل مش غلط، بس انا مش مفروض الوسائل الحلوه اللي جابتهم نقف عندها، لكن دايما عيني على ايه؟ خلاص النفس. تعال اعمل اي نشاط هتلاقي الكنيسه اتملت بالشباب او بالاطفال.
بعدين خلصت النشاط، خلصوا هم روح. هنعمل رحلة، تلاقي اللي بيجي لك القداس متأخر جه في الرحلة بدر، مش كده؟ تعالي نعمل حفلة، هتلاقي عدد من الشباب مشارك في التمثيل وفي الكورال، مش بنشوفهم في القداس. وهل احنا هنكتفي بكده؟ كويس انهم جم، بس خلاص، مش دي اخر المطاف. مفروض غاية الإيمان خلاص النفس. أنا أخذتهم في رحلة، مفروض في الأوتوبيس يكون الخدام بيتنقلوا ما بين الولاد ويقعد يدردش معاه ويقرب منه، لأن جايز الساعتين بتوع مدارس أحد مش مكفيين، فهنقضي يوم مع بعض أتكلم فيهم معاهم عن محبة ربنا، عن إنجيل، عن الجبية، عن التناول، عن الاعتراف بطريقة لطيفة مش مفتعلة، مش بتخلي اللي يسمعني يمل مني، أخليه يحبني عشان يسمع كلامي، فرصة عشان نوصل في الآخر إلى خلاص النفس. لأن برضو لو اكتفيت أنهم حبوني وأنا بقالي مع شلة وشعبية وخلصت على كده، يبقى أنا غلطان. دايما حطوا في بالكم نائلين غاية إيمانكم خلاص نفوسكم والنفوس اللي احنا بنخدمهم. عشان كده انا بفرح جدا وبعتبرها علامة صحية ان احنا لو قلنا هنعمل سهرة للصبح تسبحة، الكنيسة تمتلئ بالشباب ويسهروا طول الليل، وبعد ما نخلص القداس بيبقوا رايحين جامعاتهم ورايحين شغلهم. دي علامة على ان ده مش جاي للهيصة، ده جاي يصلي. واخدين بالكم؟ دي علامة نجاح الكنيسة في خدمتها. اوعوا تفكروا علامة نجاح خدمة ان احنا لو قلنا هنعمل رحلة يجتمعوا 5 اتوبيسات ويفتخر امين الخدمة، احنا طلعنا 5 اتوبيسات، يعني 45 ب200، كويس. بس تعالى بقى اعمل سهرة تسبحة، اعمل قداس، اللي جايين دول بقى وجايين بإرادتهم وجايين يتعبوا وبدون مقابل غير ان هم يفرحوا بربنا، هو ده علامة نجاح الخدمة. وحتى دول برضو لازم نركز مع انفسنا معاهم، مش مجرد ان احنا متمتعين بتسبحة جميلة، لكن متمتعين بالمسيح وبنسبحه. المسيح دايما هو المحور اللي بنلف حواليه، هو مخلص النفس. التعليم هدفه خلاص النفس، الرعاية هدفها خلاص النفس، الصلاة هدفها خلاص النفس، النشاط هدفه خلاص النفس، رسامة كاهن عشان يخلص نفوس كثيرين، رسامة أسقف معناها في إبرشية ضخمة هيبقى فيها رعاية تخلص الناس، ويبقى احنا عمالين بنورد للسماء الدسين، هو ده اللي مطلوب. نائلين غاية إيمانكم خلاص نفوسكم. هنا بقى في العدد رقم 10 يقول الخلاص ده اللي احنا بنناله، الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين يتنبأوا عن النعمة التي لأجلكم. الخلاص هو شهوة البشر من يوم سقطت آدم. عندما سقط آدم، ربنا وهو بيتكلم مع آدم وحواء وبيستجوبهم يعني عشان يقروا بالعمل، حواء قالت له الحية غرتني، فقال للحية أضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسله، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبة. نسل المرأة يسحق رأس الحي، وهو ده أول وعد بالخلاص. آدم فهم، لازم تعرفوا إن آدم لما ربنا خلقه في ملء الحكمة،
ملء الحكمة هنا القابلة للنمو. يعني الآباء قالوا ربنا خلق آدم ناقص ولا كامل؟ إيه رأيكم؟ لو ناقص يبقى خلقت ربنا ناقص، لو كامل يبقى زي الله. فقالوا إيه؟ خلقه كاملا ومدعو للنمو في الكمال. أنا قلتها لكم قبل كده وعايزكم تحفظوا التعبيرات دي. خلق آدم إيه؟ كامل بس مدعو للنمو في الكمال. خلقه حكيم ومدعو للنمو في الحكمة. خلقه عارف ومدعو للنمو في المعرفة. بدليل لما قال له ما تاكلش من الشجرة فهم، وقال له لو أكلت هتموت فهم، مع أنه ما شافش موت قبل كده. ولو كان مش فاهم ما كانش ربنا مفروض يعني يعاقبه، يقول معلش ما هو مش فاهم. لا ده فاهم. عشان كده لما سمع أن نسل المرأة يسحق رأس الحية صار هو ده الرجاء والأمل أن هننتصر على الشيطان بمخلص هيجيلنا في ملء الزمان. هذا الخلاص فتش وبحث عنه أنبياء. يعقوب أبو الآباء قال عن المسيح لا يزول قضيب من يهوذا، قضيب الملك، ومشترع من بين رجليه. مشترع يعني واضع شريعة من بين رجليه، يعني من نسله، حتى يأتي شيلون. شيلون ده اسم شفري نكنيم للمسيح، وله يكون خضوع شعوب. وفي سفر دانيال يقول يقيم إله السموات مملكة لن تنقرض أبدا، مملكة المسيح، وملكها لا يترك لشعب آخر. المملكة دي تسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. حجي قال وأزلزل كل الأمم ويأتي مشتهى كل الأمم فأملأ هذا البيت مجدا قال رب الجنود. وزكريا قال هو ذا الرجل الغصن، اسمه كلمة الغصن اللي هو ناصري، من مكانه ينبت ويبني هيكل الرب. كل دي نبوات عن المسيح. عشان كده ربنا يسوع قال للرسل إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. كانوا بيدوروا على الخلاص. وانتوا عارفين ان في نبوات كتير جدا في العهد القديم تتكلم عن المسيح بكل تفاصيله، هيتولد فين وامتى وهيعيش ازاي وهيعمل ايه المعجزات وايه التعليم بتاعه وهيتصلب وانه هيموت ويقوم في اليوم الثالث. كلها نبوات، وانه يصعد للسماء. كل حياة المسيح فيها نبوات. هختم بنص في بطرس الثانية. عندنا الكلمة النبوية وهي اثبت يعني ثابتة، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم، إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم اللي هو المسيح. عالمين هذا أولا أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص. لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القدسون مسوقين من الروح القدس، وهم بيتكلموا بالروح القدس كانوا بيخبروا عن المسيح. وعايز بس أضبط حتة، هو المسيح عمل الحاجات دي عشان يحقق النبوات، ولا النبوات اتقالت عشان المسيح هيعمل كده؟ يعني مين الأصل، النبوة ولا المسيح؟ لازم نفهمها كده. واخدين بالكم؟ لو جه مثلا دلوقتي أبونا وقف وقال لكم إن فلان جاي داخل الكنيسة دلوقتي، هو هيدخل عشان أبونا قال ولا أبونا قال عشان عارف إن هو جاي؟ أي. فالأنبياء أنبأوا بأشياء هتحصل وحصلت، مش المسيح جه عشان يلفق حياته على أقوال الأنبياء. ربنا يبارك حياتكم، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.